دونك نحط الجزائر ونحط كذلك الكوت ديفوار. الكوت ديفوار علاش؟ انا ب ريفونشار. الكوت ديفوار مشاش في كوب دي موند، والكوت ديفوار عنده مجموعه من اللاعبين ممتازه جدا، الفنيات، القوه البدنيه، متاقلمين مع الاجواء نتاعهم. انا نحط الجزائر والكوت ديفوار بيان سور. من بعد يلفو كونتي افيك ديما تونس، انا نراه تونس موجوده، يلفو كونتي افيك المغرب كانت تكمل بالفيرسيون هذه نتاع الي دوزيس، خاصه ليفيكاسيتي اي لا ريغور. مصر مرشحين اساسيين مصر. مصر لا خلينا نشوف وجهك، فما جريماس تاع مصر يا قيس حاربني منهم احساس البافي. لا على الاقل جريماس، وريني الجريماس اللي عملت. كي قلت لك منتخب احساس مصر. احساس مراش مصر، ما مراش مصر احساس ولا تمني؟ لا 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 اي لا خاطر نحط على مشكل. لا نسال، نرجعوا تو دخلنا في المشاكل تو المصار ويرجعوا والانترنت يقعد يخدم جمعه وتصوير كيفاش هيك عملت في مصر. لا ونحل سمين خلص على غدوه. لا بيبان محلوله. لا وين حل التليفون تو نقل مواقع ويجي موجود قيس يعقوب يسب المسار ويعمل. لا 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 عندي احساس. ما رحشتهاش قيس؟ ها؟ ما رشحتهاش؟ لا ما راهيش تهز. لا 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 مش نحكي عليك. وهذيك تقرا في مصر دي في رمضان تقرا. يقراوا كيما يحبوا سيدي. ما يفهموش. تحب ترجع لي لطبيعتي. هاي يقراوا كيما يحبوا. ما تهزش مصر. قصينا على النوادي المصرية. ما راهيش تهز. ما راهيش تهز. قال كازو تحرمنا من النوادي. قصينا على النوادي المصرية تو شوف لنا وجهة خليجية. لا اسمع حسيلو على كلها. سمير حاجة بركة. قديش نحبوها اللغة نتاعنا. والله الجزائر فريق كبير وعنده، لكن اكلومي علاش نقول لك ضد؟ علاش نقول لك انا راهي هذا السيد كوب دافريك وراهو فريق كبير وفيه محمد صلاح وفيه اللي تحب، ولكن مي انا نقول لك الرا انه مصر ما راهش باش تهز الكوب دافريك. سيتو صارت لا